صراحه انا كيعجبني هذا الشهيوات، الشهيوات ديالنا بحال البريوات ديال الدجاج، الملاح، المسائل بحال هكذا اللي كناخذو مع الحريره. طبعا الحريره و الشهيوات ديالنا المغربيه، الحوايج اللي مهمين انهم يكونوا بالاضافه لداكشي لي ستوندار بحال المهم الحريره الشباكيه وداكشي متعارف عليه يعني كاين. وفي رمضان حنا كناكلوا بعينينا اكثر من حاجه اخرى. كيعجبني انه يكون بعض المرات الكرياض او الحوت او المهم الشهيوات، هذا الشيء اللي كاين في الطبله. والله يمكن غتضحكي الا قلت لك داكشي كناكلو خفيف، ميم كتعجبني الطبله نشوفها عامره، مي انا كناخذ حوايجات خفافين بحال سوائل بحال عصير حليب تمر، هادو هما الحوايج اللي كنبدا بهم وكنرتاح. وابخي عاد نقدر، حيت ما كنقدرش ندخل ديريكتومون في الماكله كنحس بالمعده ديالي كضرني. كنحضر الماكله كيف ما الايام العاديه، صوف كو رمضان كاين اطباق مميزه والافطار اشياء اللي كتريحني اللي صحيه. انا ما كناكلش بزاف اطباق، شوفي غالبا الاطباق اللي غنيه بالخضار والفواكه، يعني كنحاول انا هذوما اللي كناكل بزاف، ما عنديش مع اللحم، ما عنديش مع هذا. اطباق ديال الحوت، الحوت يعجبني في الفطور بحكم انه تعجبني كاع الحاجه اللي مالحه تعجبني في الفطور.